هنا بقى هتكلم على التيسير والتسهيل، لان احنا بنشوف فيديوهات، انا اتبعت لي فيديوهات كتيره لمصريين ماشيين سيرا على الاقدام كيلومترات كثيره على للوصول للحدود الرومانيه او للحدود البولنديه، يعني في فيديو بيقولوا احنا فاضل لنا 12 كيلو نوصل. هل من الافضل ان هم يفضلوا في اماكنهم، ولا من الافضل ان هم يفضلوا ماشيين كل هذه الكيلومترات لحد ما يوصلوا سواء لرومانيا او لبولندا؟ هو الواضح ان في المنطقة الغربية هي اكثر امنا يا استاذة لميس من غيرها من الوسط، وحتى من كييف العاصمة اللي بيدور في رحاها المعارك حاليا. فالواضح ان المنطقة الغربية اكثر امنا. هي المشكلة في التكدس الشديد اللي موجود هناك من النازحين من الرومانيين ومن جنسيات اخرى كثيرة، يعني بما فيهم بولنديين كانوا مقيمين في اوكرانيا. فاللي بيحصل انه يعني حسب مجالنا من الشكاوى السلطات الاوكرانيه بتدي اولويه ليهم عن الاجانب بعض الشيء، فده عمل شيء من التكدس. لكن النهارده بالذات عدى عدد يمكن فاق ال 124 واحد لرومانيا وفاق ال 100 في بولندا، وفي كل لحظه واحنا بنتكلم بيعدي اعداد اخرى بتعدي هناك. المفروض يكونوا على اتصال بالسفاره في كلا البلدين لتيسير امورهم ولشرح ايه اللي ممكن يتم، لان طبعا العواصم بعيده عن المراكز الحدوديه، يعني في بولندا مثلا تبعد العاصمه حوالي 500 كيلو، فده هيتطلب برضو انهم يتوجهوا الى العاصمه حيث المطار اللي فيه الطيران التجاري وما شابه. فده بيتابع المتغيرات على مدار الساعه كل دقيقه، فبيتابع على طول. هم بس يفضلوا يتابعوا إرشادات البعثة، ودي على صفحة البعثة. البعثة أنشأت حساب تيليجرام، لأن في ناس، بعض الناس ما عندهاش فيسبوك، بعض الناس ما عندهاش واتساب، فيمكن ده يعيقها أنها ما تتواصلش مع البعثة. أنشأوا حساب تيليجرام للأرقام الأوكرانية فقط عشان يتصل أولادنا وأبناء الجالية بيهم في كل وقت.